لو الريكورد فصل اسمع علينا يعني فايه هبدا ايه اسيميليت هرن هنا طبعا لو ده اون ده هيبقى شغال عادي او قصدي اوف لو يخش بزيرو بعد كده تحول لو انا فللت تيد لو قفلت ده كده هيبقى تطفي زي ما احنا متوقعين تمام يعني. افتح بقى ايه? الدايره بتاعتي دي او ايا كان ديت طبعا هنا ايه او بيقول لي اعمل سيميليشن للكلام ده طبعا دي كلها بقى التروس تيبل للإيه نوت اند اور اكس اور اكس نور ونور وناند تمام فانا هعملها بايدي عادي انا كنت عملتها طبعا بس زي ما الريكورد فصل فايه همسح ده تاني فانا عملتها بايدي وانت كده كده هتعملها بقى بالبرنامج او هتعملوها بالبرنامج ما اي مشكله يعني تمام فانا عندي هنا طبعا انا عندي السويتش الاولاني اهوت والسويتش التاني داخلين على الجيت بتاع طبعا النوت جيت ما بيخش عليها غير انبوت واحد بس فتلاقي السويتش الاولاني بس اللي فطبعا النوت جيت السويتش الاولاني داخل بصفره يطلع بواحد يبقى هنا واحد واحد زيرو زيرو الاند جيت بتاعتي هيبقى داخل على الاتنين سويتش فطبعا أندينج يعني لازم الاتنين يبقوا بوان عشان يطلع بوان يبقى هنا زيرو 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 وان الاور اي وان موجود في الانبوت يطلع وان يبقى زيرو وان 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 النور النور جيت بتاعتي هي اور بس زائد نط فالزيرو هيبقى ون، والوان هيبقى زيرو ناند جيت هي اند بس نط مع الله نط يعني الزيرو يبقى ون، والزيرو يبقى ون، والزيرو يبقى ون، والوان يبقى الاكس اور هنا بقول لو عدد الوانز في الانبوت فردي بيطلع بون الخارج لو زوجي او زيرو يطلع بزيرو هنا مفيش عاد الوانز بزيرو يبقى يطلع زيرو هنا في غير وان واحد يعني فردي بون هنا الوانز فردي برضو يبقى هنا ون هنا الوانز زيرو ايه اتنين قصدي فيطلع زوجي يعني زيرو الاكس نور عكسها يبقى واحد زيرو زيرو واحد او ممكن اقول بقى العكس عاد الوانز لو فردي يطلع بزيرو عاد الوانز لو زوجي يطلع بإيه بون وهكذا تمام ممكن يبقى انا ايه عندي مثلا مثال زي ده محلو. مثال زي ده اهوت عندي تلاتة انبوت وبعد كده داخلين اتنين انبوت داخلين على نور وبعد كده دخل على عند وبعد كده دخل على نط وعايز التروس تيبل للجي بتاعتي تمام هخش على البرنامج هجيب مش شرط بقى اشتغل بالايه بالبطارية وكده ليش حاجة فاجيب تلاتة انبوت عمد عايز اسميهم اضغط عليه كليك شمال كده دبل كليك شمال واسمي ده مثلا الايه دبل كليك شمال ده البي دبل كليك شمال ده السي وبعد كده ادخل ده على ايه اور جيت اتنين دول خشوا بعد كده على اند جيت وبعد الان ادخلهم على النوت جيت بتاعتي او الانفرتر وده يطلع على الاوتبوت بتاعي اللي هو كده واعمل ايه رن واشوف مثلا عايز التروس تيبل يبقى انا هعمل التروس تيبل ازاي بعمل التروست تيبل ان انا بشوف عدد الكومباينيشنز الممكنه للانبوتس اللي هي بتبقى 2 اس عدد الانبوتس 2 اس يعني اتنين أس تلاتة يبقى عندي تمن حالات وأكتب هنا مثلا الأيه البي سي بعد زي ما كنت بعد في الباينري زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد يبقى كده تمانية اتنين أربعة ستة تمانية اتنين زيرو اتنين ون اتنين زيرو اتنين ون أربعة زيرو أربعة ون وأبدأ أشوف الاحتمالات بتاعتي وأجي أطلع جي من هنا أقول والله لو الحالة الأولانية مثلا زيرو 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 يبقى أدخل هنا على سيميوليشن 000 يطلع في الاخر 1 ال فاكتب بقى هنا في الايه في ال في الجزء بتاع هنا 1 تمام واغير دي اخليها 001 ايه يطلع برضو ب1 وبعد كده 010 يبقى دي ب1 ودي ب0 وبعد كده 011 وبعد كده اشيل الاثنين دول اعمل 100 واقعد اعملها لحد ما اطلع الترس تيبل كلها تمام الدايره اللي بعديها بتتكلم على ما بيسمى بالهاف ادر الهاف ادر بتاعي لو انت عايز تجمع ايه عايز تجمع ايه اتنين بت يعني انا عندي بت وبت عايز اجمعهم على بعض تمام هنجمع ازاي والله انا عندي ايه برضو عندي اتنين انبوت نشرحها سريعا مفيش مشكله عندي مثلا ايا كان هسميهم ايه هو انا مثلا مش مسميهم اي حاجه ايا كان هنا ايه والp 0 0 هنا 0 1 0 1 2 0 2 1 طب لما بجمع binary 00 ب0 0 1 1 و0 ب1 1 و1 مفقود كام كده 2 بس ال highest number بتاعي في ال binary 1 يبقى انا هضطر اجيب a هضط 0 ومعي carry 1 carry فال carry ده هينزل كده فده بسميه sum اللي هو كان طالع هنا ده كله وده بسميه الايه الكاري بتاعي فالخارج من هنا بيطلع حاجتين اتنين الصم بتاعي والكاري طب ما زيرو زيرو مجموعهم بزيرو والكاري بزيرو زيرو وان وان والكاري بزيرو وان وزيرو وان كاري بزيرو وان وان مفروض اتنين يعني اتنين يبقى ايه او يعني ايه كان ممكن تتكتب العكس فش مشكلة يعني ممكن اكتب هنا السي وهنا الاس مفيش مشكلة يبقى هنا ايه عشان تبقى اوضح يعني يعني عملتها كده هي هنا بقى تبقى إيه الكاري هو اللي بون وده بزيرو يعني ممكن اخلي دي كده عشان تبقى اقرب للواقع يعني ايه بي زيرو وان زيرو وان اتنين زيرو اتنين زيرو ودب زيرو يبقى ده بزيرو وده بزيرو وان زيرو وان هنا وان هنا زيرو وان وزيرو والكاري بزيرو وان بزير وان وان وزيرو على السن دي تديني كأنها قيمة اتنين يعني تمام هبدا اشتغل اشوف ده اصلا بيتعبر عنه بايه لو انا بصيت ما بيطلعش الكاري غير لما الاي والبي يبقوا ب1 يبقى الكاري دي بتعبر عنها بالاي بي تمام لو خدت بالك من ديت اللي احنا كنا بنقول على الاكس اور ال1 بيطلع بس عند اللي لما يبقى عدد ال1 فردي فالصم دي بتعبر عنها باكس اور يبقى ايه اكس اور البي فهلاقي من هنا ان الرسمه بتاعتي هنا الإكس أورا اهيت دي بتطلع الصم والآند بتاعتك بتطلع الكاري ومطلعهم برضو على 220 ايه اوم والليد بتاعتي في برضو دايرة الهف أدر هي بتجمع تو بيتس بس بيبقى معايا كاري من مرحلة سابقة يعني ايه يعني انا بقى لو عايز اجمع اكتر من ايه من ديجيتس يعني مثلا عندي واحد زيرو واحد 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 وهكذا عايز اجمعهم على بعض فالمفروض اقول واحد وزيرو 0. بعد كده واحد وواحد زيرو معايا واحد فلما هاجي اجمع هتلاقيني بجمع ايه؟ تلاتة بتس فالتلاتة بتس دول عبارة عن مثلا الايه A B وكاري جاي من المرحلة السابقة بس سي انبوت يبقى أنا كأن عندي ايه؟ A وبي وسي انبوت ويطلع لي في الآخر برضو الايه الصم والكاري بتوعي تمام فكده أنا ده بي هو بيجمع تو ديجيتس مع كاري فممكن ناس تقول عليه بيجمع تلاتة بتس بس أنا أفضل إن أنا أقول أجمع اتنين بتس ومعايا كاري من المرحلة الإيه؟ السابعة طبعا ليه أسباب أنت ممكن تبص عليها وإذا هتلاقيك خطة في المحاضرة فالدايرة بتاعتي يبقى شكلها عامل كده فنعرف ننفذها في الدايرة عادي مفيش مشكلة ده بالنسبة للتجربة التانية اللي احنا هنشتغلها في المعمل